اللي بتشرفنا دايما في كل محافل الدنيا، وبهنيهم على التنظيم وعلى بالفعل الاوركسترا وعلى العمل الخيري. لما يكون في حفل من اجل عمل خيري يعني ده افضل حاجه بتقابلنا في حياتنا، ما بيكونش بهدف ربح ولكن هدف بيشرفنا كلنا، واحنا دايما سعداء مهما سمعنا الفنانه ماجده الرومي ما بنزقش منها وما بنملش منها، لان عملها جميل جدا لدرجه انها دايما بتحب اغاني مصر وتحب مصر جدا، ودايما تشرفنا في كل حفله.